وين كنتي تخدمي تلاقيتي بصالح وغير شافك جا خطبك تخطبك مباشرة؟ خاف عليه بزاف، مش عارفة هذاك الخوف جا من بدا يتزوج. ايه خاف عليه بزاف مش عارفة علاه. لما راح لمركز التحاليل وعطاولو يقراو هما واش قالوا له؟ قالوا له هاك راك مريض بمرض الفياش اللي هو السيدة. ايه هو ما حبش يأمن. قالوا له ما حبش يأمن. أنا كي قال لي جاتني صدمة ذيك الوقت، بكيت عليه أكثر من نفسي أنا. رحت للطبيبة نسقسيها على حالة صالح، قالت لي أنت ما عندك حتى أعراض. أنا كنت دايرة في بالي أنا ما تعديتش. قلت لها على واش كاين؟ قالت لي أنت الآن خرج عندك الفياش. كانت صدمة بالنسبة لي. خاف. واش مين كنتي تخافي؟ مش عارفة، خاف من الموت. تخافي من الموت؟ هكا يجيك هاجس وحده؟ ما نحبش نقعد وحدي. شوفوا غدوة افتح قلبك.